السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم بطل مراد باسم جديد في حلقات أبطال المغاربة داخل وخارج أرض الوطن. البطل اللي معنا اليوم هو البطل حكيم أيتهما. حكيم أيتهما اللي هو بطل العالم عدة مرات، بطل العالم 4 مرات، بطل المغرب أكثر من 12 مرة، بطل العرب اللي ولعب عنده عدة ألقاب وميداليات. وهذا البطل هذا مثل المغرب والسرايا المغربية داخل وخارج أرض الوطن، ومن المناضلين ديال الرياضه ديال الكيك تاي بوكسينغ، وهو اللي من الناس اللي عندهم حرقه وبغاو يشوفوا الرياضه ديال الكيك تاي بوكسينغ واصله لواحد النيفو عالمي في المغرب. قالوا بغى يشوف لي زاكاديمي في المغرب ديال التاي بوكسينغ، بغى يشوف لي غالات، بغى يشوف بطولات العالم. حنا يعني حنا الابطال المغاربه اللي عندنا حنايا في العالم كله، راه تبارك الله استعمل حنا احسن من تايلاند. قالوا بغينا هاد الرياضة هادي تمشي لقدام إن شاء الله بحول الله. أجي تسمعوا مع البطل حكيم أيتهما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حكيم أيتهما بطل المغرب أكثر من 12 مرة في رياضة الكيك تاي بوكسينغ، بطل العرب، بطل العالم 4 ديال المرات، عدد كبير من مباريات الدولية في أكبر تظاهرات الدولية، إيتشو تايم، كولن فايت، فايت نايت، انفيوشن، بزاف ديال الاورغانيزاسيون الكبار. الحمد لله ترفعوا الرايه ديال البلاد ديالنا في جميع بقاع العالم، الحمد لله، حبا في الوطن ديالنا وفي الملك ديالنا، وهذا تيحفزنا كثير ملي كنشوفوا ولاد بلادنا كيساندونا. تنوجه التحية لجميع الإخوان والأخوات المغاربة، وتنشكر الأخ مراد الليتي مول قناة ديال 40 مليون عبر العالم، تنوجه له رسالة خالصة، وكنوجه رسالة لأبناء الوطن ديالي وبالأخص الناس ديال الملاح اللي من الدم ديالهم، والاخ ايوب الخيدر وخويا رشيد اغوجيم. تنفتخر اني مغربي ملي كنشوف رجل كالاخ رشيد اغوجيم. تحياتي خويا، وتنوجه رساله لجميع توجه رسالة أخرى لجميع المناضلين الأحرار اللي كيناضلوا ضد الفساد، الجامعة الملكية المغربية لرياضة الكيك تاي بوكسينغ اللي منعنا هذه أكثر من 11 سنة أن نلعبوا في البلاد ديالنا، وحنا كناضلوا باش يمشيوا هاد المفسدين إن شاء الله بالروح الأبطال والروح الوطنية اللي عندنا في الدم ديالنا، وان شاء الله غادي يمشيو في حالتهم قريبا ان شاء الله. وديما مغرب، والله ينصر ملكنا ويشافيه يا ربي، الله، الوطن، الملك. وتنحيي جميع المناضلين الاحرار. تحياتي خوتي، السلام عليكم ورحمه الله. وان شاء الله 17 اكتوبر الانفيوشن ان شاء الله، شجعونا. اوس Yeah, let's go. I'm unstoppable, do the impossible. I'm irresponsible, yet I'm phenomenal. I got an arsenal, I'm dropping bombs, you know. No, I'm not stopping, no. Conquer the obstacle. To the top, here I go, think I'm chosen to be the king of rock, think the people have spoken. I can hear the tick-tock of the clock, I'm in motion. So now I'm gonna pop, causing all this commotion. Yeah, sometimes I think that I'm unstoppable. Yeah. Ready to go, man, lock and load. That's right. I swear to God that I could drop it, bro. Yeah. I got a shot and I ain't stopping, no. That's how I know that I'm unstoppable. That's how I know
I'ma do this thing my way. Let's go. Been grinding hard on it all day. It's okay. We work hard, then we all play. Yeah. I'm addicted to the grind, man. That's right. So I refuse to waste time, man. Yeah. One day it all will be fine, man. Let's go. Gotta commit to the climb. You know we're back with the Guinness, setting records every minute, every track. An addiction to the fact that we're winning. Still we lack, something's missing. Need a track that is hitting, making racks, making millions. Yeah, the rap, that's the mission. I don't waste time, no, I make time. All these people wanna hate, fine, I'ma make mine. While you sitting there complaining, I'll be training. While you sitting there just waiting, I'm creating. Yeah. Sometimes I think that I'm unstoppable. Yeah. Ready to go, man, lock and load. That's right. I swear to God that I can drop it, bro. Yeah. I got a shot and I ain't stopping, no. That's how I know that I'm unstoppable. I'm hot bitch, like a hot bitch, the top list.